حياكم الله مشاهدينا الكرام عبر الجزيرة مباشر، أرحب بكم في هذه النافذة من مخيم جنين من منزل عائلة الأسيل علي راشد القيسي الذي تنسم عبير الحرية يوم أمس بعد قضائه 18 عاما في سجون الاحتلال. اعتقلته قوات الاحتلال عام 2003 بعد مطاردة استمرت لأشهر على خلفية مشاركته بالعمل المقاوم خلال انتفاضة الأقصى. في هذه النافذة نلتقي مع الأسير وذويه، وأبدأ مع الأسير علي القيسي. أولا الحمد لله على السلامة وأهلا بك في منزلك مجددا. هو أول رمضان بعد 18 عاما، كيف كانت أول ليلة لك في المنزل؟ بالبداية أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا في المخيم وبيتنا الصغير المتواضع. الحمد لله، يعني هي مشاعر يعني جياشي، مشاعر حقيقة الواحد لا يعني غير قادر انه يعبر عنها بعد 18 سنة من العذاب والمرار في سجون الاحتلال. انه انا يعني في لحظة بسيطة جدا التقي انا واهلي واعيش اللحظة معهم، هي كانت يعني اشي غير متوقع، لانه الاسير في كل يوم يتوقع انه يصير له اي اشي ويرجع محمل على الاكتاف، بدل ما هو يعني يدخل الفرحة لأهله. فالحمد لله أنه ربنا أنعم عليه بالإفراج بعد 18 سنة، والحمد لله أهلي وأحبتي وأهل بلدي ومحافظة جنين والمحافظة كلها أجوا واستقبلوني أحلى استقبال، وأنا أتشرفت في كل اللي حضر، والحمد لله رب العالمين. وهذا الرمضان السنة كان يعني رمضان غير عن أي رمضان. أنا 19 رمضان حضرت في السجن مش 18 رمضان، رغم يعني كان الواحد بيكون بالسجن مع أخوته وأحبته ورفاق الدرب، إلا أنه يعني أي رمضان مع أهله بيكون مختلف جدا. والحمد لله رب العالمين، هو أول رمضان من 18 سنة، بس شعور لا يوصف. طيب نحكي عن لحظة فك القيد من السجان وانطلاقك من باب السجن، كيف كانت؟ هم أوصلوني لحاجز الظهري تقريبا الساعة 4:30 العصر، وكانوا كان أخوي وأولادي يستنوا فيه. حقيقة لما شفتهم أنا يعني إشي صراحة صعب أوصفه. كيف بقبل الأسير على أهله وعلى جموع الناس اللي بيشوفها، خاصة أنه وصل له فترة طويلة بين جدران الزنازين، فبتكون المشاعر مختلطة، بكون حتى إقباله نوعا ما مرهق أو متعب أو صادم أحيانا. الأسير أصلا قبل عملية الإفراج وبعيش أيام متتالية بدون نوم بدون أكل، تفكير بلحظة الإفراج وما بعد الإفراج، فهو بعيش حالة الإرهاق والتعب قبل الإفراج. ففي لحظة الإفراج في كثير أسرى، في لحظة لما شافوا أهلهم على الحاجز صفرا وأغمى عليهم ووقعوا تعبوا وما قدروش يكملوا. فكل شيء متوقع مع الأسير يعني بعد سنين طويلة من الغربة والألم والفراق، فممكن اي شيء يصير له. الحمد لله انا يعني تم الافراج عني وكانت اللحظه طبيعيه جدا، وشفت اخواني وشفت اهلي وحبايبي، وطبعا الجزء الاكبر اللي بعرفوش والجزء البسيط اللي من عمري وما فوق كنت هذول اعرفهم وهذول يعني شرف. يعني خلال اقل من 24 ساعه بالتاكيد تعرفت على وجوه جديده في العائله، في تغيرات، في ناس تزوجت، في ناس انجبت، في ناس تركتهم اطفال وشبوا الان. كيف لقيت العائله متغيره؟ طبعا يعني احنا الحمد لله 4 اخوي وثلاث خوات والكل فينا متزوج. يعني انا اخواني الشباب لما تركتهم كانوا أولادهم، في منهم صغار وفي منهم لم يخلقوا من بعد. أنا روحت على يعني العائلة ما شاء الله من 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 4 أخوي وكم من ولد حواليهم، اليوم ما شاء الله الجيش مع أولاد خواتي
الحمد لله رب العالمين. إذن أنت من مبارح بتقوم بعملية التعرف على أطفال العائلة والشباب الجداد اللي لقيتهم. نعم. حقيقة بعدني ما زلت صحيح. طيب اسمح لي أنتقل لشقيقك الأكبر السيد محمد القيسي. أولا بهنيك على سلامة شقيقك علي، مبارك حريته. بدي أسألك عن آخر ليلة انتظرت فيها قدوم علي من السجن، كيف كانت؟ هاي الجزئية لوحدها غير عن ال 18 سنة، بدنا تحكي لنا عنها. أهلا وسهلا بكم، وتشرفت بمعرفتكم، وأهلا وسهلا بالجزيرة المباشر. طبعا الشعور لا يوصف. أول شيء فرحتنا كانت كبيرة كبيرة جدا لما يعني سمعنا خبر الإفراج. كنا بننتظر المرور 18 سنة في آخر يوم، متعودين على 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 الحس على الحس يعني الجيش الإسرائيلي، متعودين على إسرائيل وفعالها وأعمالها إنها أخرت أسرى لأهليهم، ومن ضمن اللي تأخروا ابن أختي. ولكن فرحتنا كانت إنه تبلغنا من قبل أخوي إنه تم تبليغه الساعة 8 الصبحيات بالإفراج إن شاء الله رب العالمين. وانطلقت سيارة واحدة منا، مش ما انطلقناش مجموعات ولا انطلقنا لأنه كنا نرتب لاحتفالات أخرى داخل يعني المكان داخل المخيم. فأنا لما شفته ما صدقت. صراحة يعني أخوي يعني طلع من الساعة 4:15. أنا لما قدرت أقرب عليه بحدود حوالي الساعة 9:30 من الأزمة. أول شيء البعد المسافة، المسيرات اللي جابت البلد لحتى وصل المخيم، والتقينا ودخل مكان الاحتفال المقرر له. من دخلته بالمكان المقرر الاحتفال فيه انا ما قدرتش اشوفه، ما قدرتش امس وماس الا بعد وقوفه على المنصه. اشي اكيد يعني انا بعد 18 سنه بدي التقي باخوي، يعني ما ظلش ام تنجب واب متوفي وام متوفي. طبعا احنا بدنا نكون الاخ وكلياتنا سند واحد، اكيد بده يعني شعور الفرحة، حمامة سلام طارت أطلقناها وتلكينا يعني ثمراتها، والحمد لله رب العالمين وهيات بناتنا اليوم. إن شاء الله بكون القادم كمان أجمل وأفضل، وإن شاء الله بيتكم دائما عمران بالأفراح. طب اسمحوا لي كمان أنتقل لرفيق وصديق الأسير علي القيسي، سيد أشرف الناطور. وحضرتك أسير محرر، كنت معتقل سابقا في سجون الاحتلال وأمضيت قرابة يعني 12 عام داخل السجون. من متابعتك، ودائما الأسرى بيكون في عندهم خصوصية لقراءتهم لأوضاع السجون لأنهم طبعا عاشوا هاي المرحلة، كيف بتتابع مستوى الاهتمام الشعبي والرسمي بقضية الأسرى؟ طبعا الاهتمام الرسمي والشعبي، بنحكي على الاهتمام الشعبي، الاهتمام الشعبي قضية الأسرى في وجدان كل شخص داخل الشعب الفلسطيني. الاهتمام الرسمي موجود لكن دائما مطلوب الأفضل. الاهتمام الرسمي دائما بحاجة إلى رفع المستوى الاهتمام أكثر من أجل إبراز قضية الأسرة. طبعا بالفترة الأخيرة الكل بيعرف أن قضية الأسرة كانت مستهدفة ولغاية الآن مستهدفة، وكل أسير محرر هو مستهدف، وكل أسير داخل السجن هو مستهدف. وشوفنا بالفترة الأخيرة الحملة اللي قامت من ناحية قطع الرواتب ومن ناحية مهاجمة البنوك وهذه الأمور كلها. طبعا عندنا الجهات الرسمية بتحاول تعمل جهدها، بس كأسرة قاعدين بنظروا أن هذا الجهد قليل، لسه مطلوب أكثر. ما المطلوب الآن يعني؟ المطلوب حسم هذه النقطة أول شيء بوضوحهم، والمطلوب الأكبر من هيك من سواء من الجهات الرسمية أو من الفصائل هو تحرير الأسرة. الأسرة يعني لوين تبدو مظلوا في السجن؟ شو الإشي المطلوب؟ شو الأفق السياسي اللي قاعد بدخل الأمل على هذول الأسرة؟ ما في أفق سواء من ناحية الفصائل أو من ناحية السلطة.
فهذا المطلب الأساسي، مش اللي هو تحسين ظروف الحياة، المطلب الأساسي هو تحرير الأسرى، إعادة الحياة. بالضبط، إعادة الحياة، هذه المتطلبات اللي المطلوبة من الجهات. أما من ناحية الشعب، لا، الشعب دائما مع الأسرة وقلبه مع الأسرة ووجدانه مع الأسرة. كمان يعني بدأت الحديث بدون ما أحيي الأسرة نفسهم، أنا بحييهم، بحيي صمودهم، وإن شاء الله ربنا بفرحنا في جميع الأسرة زي ما فرحنا فرحة أخوي وصديق أبو علي إن شاء الله. وهون بدي أسألك، كيف كان اللقاء مع رفيقك بعد 18 سنة؟ طبعا أي لقاء يعني خلينا نقول لا يوصف، هو يعني السعادة والفرحة والانتظار والشوق والأخوة والمحبة، يعني صعب أي إنسان يوصفها، إلا أنه إن شاء الله ربنا بطعمها لجميع الأسرة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله بيكون قريب. طيب أعود لك مرة أخرى سيد علي، يعني أنت خرجت من سجن النقب، تركت خلفك المئات من الأسرى داخل الأقسام هناك، كيف بتوصف لنا حال الأسرى داخل سجن النقب، الظروف الاعتقالية هناك؟ يعني بالبداية زي ما تفضل أخوي أبو محمد أشرف، أول شيء بتمنى الإفراج عن كافة الأسرى قبل كل شيء. يعني حقيقة الأسرى يعني بين بعضهم حياتهم العادية هي حياة طبيعية، بس يفتقدوا للكثير من أمور الحياة، منيح بينهم حياة طبيعية مشتركة بتعايشوها، لكن الحياة الأهم هو الخلاص من الوجع اللي صايبهم، وين بدهم يخلصوا من الوجع هذا الله أعلم. أنا يعني روحت تركت إلي أخ وأصحاب وأعزاء على قلبي، أمي الأغلبية العظمى، يعني والله إنه مهما كانت الفرحة لا هي أسير، بتظل الفرحة غير كافية وغير وافية للأسير إلا بتحرير كافة الأسرة، لأنه هذول أمي أبطال شعبنا، هذول أمي عنوان ورمز شعبنا، إذا لم يتم تحريرهم فشعبنا ما له معنى في كل قضيته الجوهرية، بحكي قضية فلسطينية، هذول هم رمز القضية الفلسطينية، ويتوجب على الجميع يعني تكثيف الجهود والمطالبة، ومش المطالبة بس، الفاعل الجاد والحقيقي للإفراج عنهم. بدون هاي الفئة الموجودة داخل الأسر فهو شعبنا بيظلوا ناقص جدا. نعم، على الصعيد الفلسطيني يعني بنعيش العديد من الأحداث والمستجدات والحديث اللي شاغل الناس أو الأوساط الفلسطينية في هاي الفترة بطبيعة الحال هو الانتخابات المرتقبة. كيف بتابع الأسرة موضوع الانتخابات، وشو بنظروا أصلا لجدوى هاي الانتخابات في حال تمت؟ نعم، موضوع الانتخابات هو موضوع مهم، مش الانتخابات هو كانتخابات، هو أول عشان هي توحيد الوحدة الجغرافية لفلسطين، منيح هاي أولا، وتوحيد الشعب الفلسطيني. احنا فيش عندنا شيء اسمه غزاوي وضفاوي، احنا في النهاية ابناء شعب واحد، ومن يتقول غير ذلك فهو مخطئ، منيح فاحنا شعب واحد، ما بنقدر نجزئ لا الشعب ولا الارض، وشعب يعني واسرانا البواسل هم بنظروا لهي النقطة بالاساس، هو توحيد الشعب بكلمته وموقفه وقيادته، بدون ما تكون له عدة قيادات، بدون ما يكون له 100 سلاح وكل واحد سلطة، لا، فهو سلطة وقيادة وشرعية واحدة ممثلة بمنظمة التحرير. وإن شاء الله ربنا نتأمل أن يوفقهم بالانتخابات القادمة، وأنه فعلا يكونوا على قدر من المسؤولية ويتخطوا موضوع التحزبات الأهنية والفردية. نظرة الأسرة دائما لأي قضية بتخص الشأن المحلي دائما بنلاقيها أعمق من أي متابع، يعني موضوع التحزب مثلا والنظرة الحزبية تختلف عند الأسرة، بيشوفوها من زاوية أخرى. كيف بتقيم واقع الأسرة داخل السجون من ناحية الوحدة؟ وبالآخر هي يعني المعتقلات هي مجتمع بشري امتداد للمجتمع الخارجي. هو واقع الأسرة واقع مصغر عن واقعنا احنا الفلسطيني بالخارج. الأسير تقريبا يعني اغلب حياته بعيش على الأخبار، فيعني
تواتر الأخبار بشكل دائم لدماغه بعطيه أي تحليل. فإحنا بالنسبة لنا يعني أنا ما بنعيش سنوات من العمر في داخل الأسر ومنتبع يعني نشرات الأخبار بشكل عام لكل لأغلب الكروات اللي بتجي عندنا إحنا منيح، وهي المسموح بجزء يعني ثلاثي منها واحد إسرائيلي. بتوقع كل أسير إنه يكون موضوع التحزب هو آخر هم المواطن الفلسطيني. إحنا بهمنا دائما يعني وحدة الأرض ووحدة الشعب، ما بهمنا التحزبات تحصيل حاصل لما سيجري ما بعد الانتخابات، أما قبل الانتخابات فهو اسمه شعب فلسطيني واحد، وهذا الأهم لنا. وإن شاء الله إنها بتكون الوحدة قبل ما تكون الانتخابات. الانتخابات ما بتعمل وحدة، الوحدة اللي بتعمل الانتخابات. وإن شاء الله ربنا بوفقهم وبعز شعبنا وقدره بالأفضل والأحسن. طيب أنا بدي أعود مرة أخرى للأجواء العائلية، نحكي شوي يعني بالجانب الإيجابي للإفراج عنك. اليوم بداية مع مين رح تفطر في البيت؟ اليوم عند أخوي إن شاء الله، يعني عند أخوي أبو نسيم، وبكون العائلة كلها موجودة إن شاء الله. نعم. هلأ أنت اليوم صحيت الصبح بدون عدد، بدون تفتيش، بدون فورة، كيف شفت أول ساعات البيت؟ والله شعور غريب جدا. يعني أول شيء الأسير بروح بفتقد للنوم، يعني بحاجة للنوم وافتقده لأنه هو عينه ما بتغمض من مرة بتاتا، فإذا يعني غفى غفوي 10 دقائق فبشعر أنه نام ساعات، لأنه الفرحة يعني كبيرة جدا والدماغ والعقل البشري مش مستوعبها. في انتقال نوعي هلأ حصل طبعا، فالعقل بده فترة يبرمج حاله للحياة برا. ونسأل الله التوفيق والحمد لله، يعني بدون عدد، بدون فحص، بدون إدارة، بدون ما نشوف اللبس الأزرق. إن شاء الله انقطاع دائم لهذا الروتين ما بترجع له نهائيا. أول ما صحيت الصبح شو أول شيء تفرجت عليه أو أول شيء فكرت فيه؟ أنا متزوج الحمد لله، فأنا كانت يعني هاي اللحظة الأولى اللي بلتك فيها ابن مرتي بعد 18 عام بشكل بوجه لوجه، يعني بعيدا عن الشباك والكزاز والتلفون اللي يعني من خلال الزيارة. فهي يعني مشاعر كانت جياشي والحمد لله، مشاعر لا توصف. كان إني أنا صحيت يعني بدل ما يكون بوجه أسير ونعمل وجه، يعني ونعمل وجه للأسير، بس يعني كانت هي مرتي بوجهي، وهذا شعور غريب جدا والحمد لله رب العالمين بحمد الله عليه. نعم. جزئية أيضا نساء الأسرى الفلسطينيين وحملهم للهم المشترك مع أزواجهم، وإحنا كمان حتى بنسمع عن يعني بنشاهد حالات ارتباط مع أسرى داخل السجون بعد ما يكونوا انحكموا، أحيانا بتكون أحكام عالية، ولكن بتلاقي نساء فلسطينيات بيختاروا أنهم يرتبطوا بالأسرة ويكملوا حياتهم معهم. قديش هذا بيعطي دافعية للأسرة في إقبالهم على الحياة؟ طبعا أنا كان في شاب يعني قبل الإفراج بيوم واحد، شاب اسمه أخونا يسري جاد إسلامي من غزة، يسري المصري، فكان يعرض علي موضوع أنه هو بيسألني شو رأيك موضوع الخطبة. هو أخ عزيز طبعا ووجه له التحية، إن شاء الله ربنا فيك أسره وأسر الجميع. فالشباب ابنوا أمال دائما، بدهم يطلعوا من المأزق، وحقيقة وهي حقيقة لابد أن نقولها، إذا أي أسير خطب أو تزوج داخل السجن فهو عنده يعني بتكون زوجته مقدسة، يعني بعيدا عن الإهانات وبعيدا عن ما تتعرض له المرأة الفلسطينية من عنف وإلى آخره. الحمد لله هم بقدروا معنى المرأة، بقدروا بمعناها الحقيقي، وإحنا نسانا وخواتنا يعني صابرات والحمد لله ما شاء الله، يعني نسوان الشعب الفلسطيني نساء عظيمات جدا. يعني نسأل الله أن يكون القادم كله أجمل بين عائلتك وذويك. نهاية، رسالة علي القيس اليوم لمن يوجهها؟
رسالتي أنا كأسير وتم الإفراج عني بالأمس، رسالتي للأخوة كافة بفصائلنا الفلسطينية، بتوجه لهم بالضغط على كل من يسمي نفسه مسؤولا ومسؤول عن الشعب الفلسطيني، كونه مسؤول عن الشعب الفلسطيني والأسرى جزء من الشعب الفلسطيني، فليتحمل كل مسؤول مسؤوليته اتجاه قضية الأسرى. هاي قضية مش فردية ولا نظام كان فردي، فهو كان بقرار من قيادتنا الفلسطينية، وهذول الأخوة اللي قدموا أرواحهم وأعمارهم وشبابهم فداء لفلسطين ولشعب فلسطين يستحق الإفراج. وأأمل أنا من ربنا ومن الفصائل الكافية إنها تعمل جاهدة لإطلاق سراحهم. لا نريد أن نسمي الأسماء، مجرد أنه الأسير تم الإفراج عنه بتاريخ إفراجه العادي نسميه أسير محرر، وكأنه الأسير تحرر فعلا بصفقة التبادل أو غير ذلك بعملية سياسية. فالأسير المحرر هو إما بيكون أسير محرر بعملية سياسية أو بعملية تبادل، ونأمل من الله أنه يتم تحريرهم بالخطوتين وأن لا ينهوا أحكامهم أو ينهوا أعمارهم في السجون، وربنا يوفق الفصائل وينظروا للأسرى نظرة شمولية أكثر من هيك. شكرا لك على تواجدك معنا، شكرا لكم أيضا ومبارك الحرية مرة أخرى. يعني تعقيبا على جزئية تعبير الأسير المحرر، عندما خرج أحد عمداء الأسرى الفلسطينيين مطلع الشهر الحالي من السجن الأسير رشدي أبو مخ بعد قضائه أكثر من 35 عاما في سجون الاحتلال، رفض في إحدى المقابلات المتلفزة لقب أو تعبير الأسير المحرر معللا أن الأسرى لا يحررهم أحد، بل هم يقضون أحكامهم، تطحن رح السجون أعمارهم ومن ثم يخرجون إلى الحرية بعد رحلة من المعاناة. اليوم علي راشد القيسي خرج من السجون الاحتلال بعد 18 عاما طحنتها رح السجون من عمره، وترك من خلفه آلاف الأسرى الذين يتطلعون لأن تكسر هذه الرحى، فعسى أن يكون ذلك قريبا. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النافذة من مخيم جنين شمال الضفة المحتلة، شكرا لكم على طيب المتابعة.